الشمال فاضي يا راجل، في الشمال كان فاضي عمرو زكي لكن اتاخر جدا. ابو تريكه لعبها لعمرو زكي، عمرو زكي رقص عمرو على القدم اليسرى، جابها على اليمين يرجعها ورا لطارق السعيد، طارق السعيد هيرفع، رفع طارق جوه المنطقه، هوبا ضربه هوبا، جول 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 جول. اخيرا اخيرا عماد متعب، عماد متعب وفي الدقيقه 40 يحل شفره اللغه البلجيكيه للشباك، شباك سيلفيو بريتو. اخيرا عماد متعب وجد شفره اللغه البلجيكيه واتكلم بالبلجيكي وهدف بالبلجيكي. عماد متعب، هو ما فيش بلجيكي، في فرنساوي، في الماني، في هولندي وايطالي، في لغات كتير جدا في بلجيكا. عماد متعب اختار لغه منهم ووجد شباك الحارس سيلفيو بريتو اخيرا في الدقيقه 40، والهدف الاول لمنتخب مصر. عماد متعب يتقدم اخيرا للمنتخب المصري. اتلعبت الكوره واحمد عيد عبد الملك هو اللي صلحها، خبطت في الكابتن سيمونز واتصلحت امام عماد متعب، واطلق صاروخ ما يشوفهاش سيلفيو بريتو الا في الشبكه. ادي سيمونز عدت من بين رجليه وعماد متعب على طول من كده، لازم الهجمه تتنقل اسرع. جميله جدا بخارج القدم من ابو تريكه لعماد متعب، ومتعب والتسديده، لكن بروتو في الموعد والمكان. احمد فتحي مره تانية، والهجمه ما زالت مصريه مستمره، والعرضيه يا ولد يا لعيب يا كبير يا عماد يا متعب، لعيب كبير كبير، مفيش كلام. عماد متعب وهدف عالمي، يتحدث باللغة البلجيكية للمرة الثانية ويتلقى التحية الأبوية الصادقة من الكابتن حسن شحاتة اللي وثق بيه سواء مع منتخب الشباب أو مع المنتخب الأول، اداله فرصته وأصبح هداف الدوري وهداف منتخب مصر. هدف في كوريا وهدفين في بلجيكا، عماد متعب. لكن الهدف الثاني ده إيه؟ ده هدف حكاية حكاية، وباقي مش هتكلم. عماد متعب وهدف عالمي في شباك بروتو، هدف رائع عالطاير ومن لمسه واحده. بجمال الهدف وحلاوه الهدف محتاجين الفوز، بقول لكم مش الاداء بس ولا الاستفاده الفنيه ولا الكلام ده، لا الفوز مهم. عمرو زكي عدى كويس، عمرو زكي وماشي. في نص الملعب مقطوعه، توصل تاني لعمرو في الشمال لطارق، على الارض لحسني عبد ربه، مقرب له عمرو زكي، فتح في الشمال لطارق، بداوا يسندوا مع طارق السعيد دلوقتي، كان لوحده خلص الشوط الاول طارق السعيد. الدقيقه السابعه او الدقيقه 52 من احداث اللقاء، الدقيقه السابعه من الشوط الثاني، واصبح التقدم بهدفين والهدفين يحملوا بصمه عماد متعب. في اليمين لفتحي لابو تريكه، ابو تريكه ماشي بعرض الملعب، حسني عبد ربه لابو تريكه مره تانية، محمد شوقي في اليمين لاحمد فتحي. احمد عيد عبد الملك بلعبته بيعدي وعمل الوانتو، واحمد عيد، يلا يا احمد، يلا يا احمد، يلا يا احمد، الله الله الله. احمد عيد عبد الملك، احمد عيد عبد الملك، السيرك القومي المصري، السيرك القومي المصري ينصب خيامه في ملعب المقاولين العرب. اقل ما يوصف به اللي بيحصل في ارض الملعب دلوقتي، العاب سحريه من عماد متعب واحمد عيد عبد الملك وعمرو زكي وابو تريكه وباقي زملائهم جميعا. احمد عيد عبد الملك بمجهود فردي رائع وعلى الطريقه المارادونيه، واحد والتاني والتالت وترقيصة ايه، عدى الراجل ثبته في الارض وعايز كده احطها لك فين يا بروتو، وحطها في المرمى والهدف التالت لمصر. اذا سيمونز، عبد الحليم، اسامه حسني وانفراد، وقفت الكره شويه، الرابع الرابع الرابع.
لسه بتمنى ان يبقى فيها رابع. والشمال فاضي يا راجل، في الشمال كان فاضي عمرو زكي لكن اتاخر جدا. ابو تريكه لعبها لعمرو زكي، عمرو زكي رقص عمرو على القدم اليسرى، جابها على اليمين يرجعها ورا لطارق السعيد، طارق السعيد هيرفع، رفع طارق جوه المنطقه، هوبا ضربه جوه، جول 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 جول. اخيرا اخيرا عماد متعب، عماد متعب وفي الدقيقه 40 يحل شفره اللغه البلجيكيه للشباك، شباك سيلفيو بروتو. اخيرا عماد متعب وجد شفره اللغه البلجيكيه واتكلم بالبلجيكي وهدف بالبلجيكي. عماد متعب، هو ما فيش بلجيكي، في فرنساوي، في الماني، في هولندي وايطالي، في لغات كتير جدا في بلجيكا. عماد متعب اختار لغه منهم ووجد شباك الحارس سيلفيو بروتو اخيرا في الدقيقه 40، والهدف الاول لمنتخب مصر. عماد متعب يتقدم اخيرا للمنتخب المصري. اتلعبت الكوره واحمد عيد عبد الملك هو اللي صلحها، خبطت في الكابتن سيمونز واتصلحت امام عماد متعب، واطلق صاروخ ما يشوفهاش سيلفيو بروتو الا في الشبكه. ادي سيمونز عدت من بين رجليه وعماد متعب على طول. من كده لازم الهجمه تتنقل اسرع، جميله جدا ده خارج القدم من ابو تريكه لعماد متعب، ومتعب والتسديده، لكن بروتو في الموعد والمكان. احمد فتحي مره ثانيه، والهجمه ما زالت مصريه مستمره، والعرضيه يا ولد يا لعيب يا كبير يا عماد يا متعب، لعيب كبير كبير، ما فيش كلام. عماد متعب وهدف عالمي، يتحدث باللغه البلجيكيه للمره الثانيه، ويتلقى التحيه الابويه الصادقه من الكابتن حسن شحاته اللي وثق بيه سواء مع منتخب الشباب او مع المنتخب الاول، اداله فرصته واصبح هداف الدوري وهداف منتخب مصر. هدف في كوريا وهدفين في بلجيكا عماد متعب، لكن الهدف الثاني ده ايه؟ ده هدف حكايه وباين مش هتكلم. عماد متعب وهدف عالمي في شباك بروتو، هدف رائع عالطاير ومن لمسة واحدة. بجمال الهدف وحلاوة الهدف محتاجين الفوز، بقول لكم مش الأداء بس ولا الاستفادة الفنية ولا الكلام ده، لا الفوز مهم. عمرو زكي عدى كويس، عمرو زكي وماشي في نص الملعب، مقطوعة توصل تاني لعمرو في الشمال لطارق على الارض لحسني عبد ربه، مقرب له عمرو زكي، فتح في الشمال لطارق، بداوا يسندوا مع طارق السعيد دلوقتي، كان لوحده خلص الشوط الاول طارق السعيد. الدقيقه السابعه او الدقيقه 52 من احداث اللقاء، الدقيقه السابعه من الشوط الثاني، واصبح التقدم بهدفين والهدفين يحملوا بصمه عماد متعب. في اليمين لفتحي لابو تريكه، ابو تريكه ماشي بعرض الملعب، حسني عبد ربه لابو تريكه مره ثانيه، محمد شوقي في اليمين لاحمد فتحي. احمد عيد عبد الملك بلعبته بيعدي وعمل الوان تو، واحمد عيد، يلا يا احمد، يلا يا احمد، يلا يا احمد، الله الله الله. احمد عيد عبد الملك، احمد عيد عبد الملك، السيرك القومي المصري ينصب خيامه في ملعب المقاولين العرب. اقل ما يوصف به اللي بيحصل في ارض الملعب دلوقتي، العاب سحريه من عماد متعب واحمد عيد عبد الملك وعمرو زكي وابو تريكه وباقي زملائهم جميعا. احمد عيد عبد الملك بمجهود فردي رائع وعلى الطريقه المارادونيه، واحد والتاني والتالت وتريسة ايه، عدى الراجل ثبته في الارض وعايز كده احطها لك فين يا بروتو، وحطها في المرمى والهدف التالت لمصر. اذا
سيمونز، عبد الحليم، اسامه حسني وانفراد. وقفت الكره شويه، الرابع 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 لسه لسه بتمنى ان يبقى فيها رابع. والشمال فاضي يا راجل، في الشمال كان فاضي عمرو زكي لكن اتاخر جدا. ابو تريكه لعبها لعمرو زكي، عمرو زكي رقص عمرو على القدم اليسرى، جابها على اليمين، يرجعها ورا لطارق السعيد، طارق السعيد هيرفع، رفع طارق جوه المنطقه، هوبا ضربه جوه، جول 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 جول. اخيرا اخيرا عماد متعب، عماد متعب وفي الدقيقه 40 يحل شفره اللغه البلجيكيه للشباك، شباك سيلفيو بريتو. اخيرا عماد متعب وجد شفرة اللغة البلجيكية واتكلم بالبلجيكي وهدف بالبلجيكي. عماد متعب، هو مفيش بلجيكي، في فرنساوي، في الماني، في هولندي وايطالي، في لغات كتير جدا في بلجيكا. عماد متعب اختار لغة منهم ووجد شباك الحارس سيلفيو بريتو اخيرا في الدقيقة 40، والهدف الاول لمنتخب مصر. عماد متعب يتقدم اخيرا للمنتخب المصري. اتلعبت الكورة واحمد عيد عبد الملك هو اللي صلحها، خبطت في الكابتن سيمونز واتصلحت امام عماد متعب، واطلق صاروخ ما يشوفهاش سيلفيو بريتو الا في الشبكه. ادي سيمونز عدت من بين رجليه وعماد متعب على طول. ما من كده، لازم الهجمه تتنقل اسرع. جميله جدا ده خارج القدم من ابو تريكه لعماد متعب، ومتعب والتسديده، لكن بريتو 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 في الموعد والمكان. احمد فتحي مرة تانية، والهجمة ما زالت مصرية مستمرة، والعرضية يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب يا كبير يا عماد يا متعب، لعيب كبير كبير، مفيش كلام مفيش كلام. عماد متعب وهدف عالمي، يتحدث باللغة البلجيكية للمرة التانية، ويتلقى التحية الأبوية الصادقة من الكابتن حسن شحاتة اللي وثق بيه سواء مع منتخب الشباب او مع المنتخب الاول، اداله فرصته واصبح هداف الدوري وهداف منتخب مصر. هدف في كوريا وهدف انت بلجيكا عماد متعب، لكن الهدف الثاني ده ايه؟ ده هدف حكايه حكايه، وباقي مش هتكلم. عماد متعب وهدف عالمي في شباك بروتو، هدف رائع على الطاير ومن لمسه واحده. بجمال الهدف وحلاوه الهدف محتاجين الفوز، بقول لكم مش الاداء بس ولا الاستفاده الفنيه ولا الكلام ده، لا الفوز مهم. عمرو زكي عدى كويس، عمرو زكي ومشي في نص الملعب مقطوعه، توصل ثاني لعمرو في الشمال لطارق، على الارض لحسني عبد ربه، مقرب له عمرو زكي، فتح في الشمال لطارق، بداوا يسندوا مع طارق السعيد دلوقتي، كان لوحده خالص الشوط الاول طارق السعيد. الدقيقه السابعه او الدقيقه 52 من احداث اللقاء، الدقيقه السابعه من الشوط الثاني، واصبح التقدم بهدفين والهدفين يحملوا بصمه عماد متعب. في اليمين لفتحي لابو تريكه، ابو تريكه ماشي بعرض الملعب، حسني عبد ربه لابو تريكه مره ثانيه، محمد شوقي في اليمين لاحمد فتحي. احمد عيد عبد الملك بلعبته بيعدي وعمل الوان تو، واحمد عيد، يلا يا احمد يلا يا احمد يلا يا احمد، الله الله الله. احمد عيد عبد الملك، احمد عيد عبد الملك، السيرك القومي المصري، السيرك القومي المصري ينصب خيامه في ملعب المقاولين العرب. اقل ما يوصف به اللي بيحصل في ارض الملعب دلوقتي، العاب سحريه من عماد متعب واحمد عيد عبد الملك وعمرو زكي وابو تريكه وباقي زملائهم جميعا. احمد عيد عبد الملك بمجهود فردي رائع وعلى الطريقه المارادونيه، واحد والتاني والتالت وترقيصه ايه؟ عدى الراجل ثبته في الارض وعايز كده. احطها لك فين يا بروتو؟
وحطها في المرمى ولا هدف الثالث لمصر. اذا سيمون عبد الحليم اسامة حسني وانفراد وقفت الكرة شوية الرابع 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 لسه بتمنى ان يبقى فيها رابع.